حضرت مره جنب شيكابالا، لان احدى الماتشات حصل هجوم جامد على شيكابالا وستريس، حتى هو بره ما كانش بيلعب الراجل يعني. أيوه. بس حصل هجوم، كان اتعامل مع ده ازاي؟ حصل في الماتش اللي فات. اتعامل مع ده ازاي هو؟ وانت كان كلام اتكلمت معاه في القصه دي؟ هو لا، هو انا شفته اتعامل ازاي، وده كان تصرف صح منه في الماتش الاخير، ان هو مجرد ما نزل الملعب هو بيعدي بس الملعب عشان يروح الناحيه الثانيه، حصل الهجوم عليه من الجماهير. طبعا هو جماهير منافسه، مش جماهير الفرق. جماهير منافسه، طبعا جماهير منافسه، فكل الناس خدت بالها، كل الناس شافت، هو ما ردش. الفكره بقى ان ما حدش طلع قال ان شيكابالا ما ردش وانه ده صح، او ان حد اتكلم في حقه، لا، هم بيبقوا مستنيين رد فعل من شيكابالا عشان يطلعوا يغلطوه. ان هو طب انت دلوقتي، هو الراجل عمل رد فعل يعني يشكر عليه، وده اللي كل الناس عايزاه، طب ما نطلع نتكلم عليه، دي حاجه ايجابيه ما نتكلم فيها كسوشيال ميديا، كاعلام اهلي، اعلام زمالك، دي حاجه المفروض، دي حاجه محترمه حصلت من راجل يعني اسطوره في نادي الزمالك، نتكلم عليها حتى ننقل للاجيال اللي جايه، ان كقائد المفروض تتصرف كده، دي حاجه صح. اشمعنى في الغلط الموضوع ما بيبقاش يعني لقطه وعدت، لا، بيقعد مثلا ترند مثلا ممكن اسبوع، ان شيكابالا رد على الجماهير، طب ما هو الراجل ما ردش، ما نتكلم في الحلو والوحش. نفس الكلام، بما ان احنا تطرقنا للموضوع ده، بلوم على مصطفى شلبي وعلى محمد عبد المنعم في احتفالاتهم بالاجوان الفتره الاخيره. كان حصل بعد جول محمد عبد المنعم ماتش الاهلي لقطه مش حلوه، بس مصطفى شلبي على فكره ما كانش عامل حاجه، على فكره مصطفى شلبي بيتشاور على قلبه. بص هقول لك على حاجه تانية. هقول لك على حاجه، هو نفس الكلام برضو محمد منعم طلع قال ان هو لا انا كنت اتخبطت، واللاعب انت عارف بعد ما بيحصل هجوم عليه بيطلع يبرر، زي ما بيحصل حاجه على الاكونت بتاعه يطلع يقول لك ده الاكونت كان مسروق مثلا. هو نفس الكلام، لا هنتكلم فير، انت ده غلط وده غلط، ده لا ده ما ينفعش، انت راجل جبت جون يا عم، قلعت التيشيرت ماشي، هتحتفل بطريقه مع الجمهور بتاعك ماشي براحتك، لكن حركات زي كده انا شايف ان المفروض ان يبقى في وقفه من اتحاد الكوره، او وقفه من القائمين على المسابقه اللي فيها الموضوع ده، لان انت دلوقتي اهلي وزمالك، يعني انت مصر، ففي اجيال جايه بتاخد منك الاحتفالات دي. انا عندي في اطفال بيطلعوا مثلا يقلدوا الاحتفالات بتاعت كريستيانو بتاعت فلا انا مش عايزين الموضوع ده يبقى ده اللي ماشي بعد كده، انه يحصل لقطه مننا فيترد عليها بلقطه، لا، الموضوع ده لازم يعني يقف عند حدهم فيه يعني. طب الحقيقه يمكن انا يعني هنيك على الملاحظه الجيده جدا، سواء حتى على موضوع مصطفى شلبي او موضوع عبد المنعم، رغم ان انا والله ما كنتش عايز اتطرق لاي لعيب في الفرقه المنافسه، لكن كمان حته شيكابالا هنيك عليها جدا جدا، لان فعلا كانت لازم تاخد حجم اكبر من كده ويتحط عليها سبوت اكبر طبعًا من كده، يعني اشاده بقى بالضغط حتى اللي بيتعرض عليه يعني. صح، هو كان الطبيعي ان يحصل كده، لكن جمهور الزمالك فاهم وعارف، الناس كلها اللي فاهمه خدت بالها من اللقطه، وخدت بالها من الهجوم، خدت بالها من تصرف شيكابالا، ويعني الناس كلها اتبسطت بتصرفه، وان انت تتجاهل الحاجات السلبيه دي، ده الصح يعني.